فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ذكر بعض أهل العلم كابن حجر الهيتمي وغيره أن التشبه على ثلاثة أنواع: تشبه بالكفار، وتشبه بأهل البدع، وتشبه بأهل الفسق، وقال كلها لا تجوز، فهل تقسيمهم هذا صحيح؟ وكيف يكون التشبه بأهل البدع؟ نعم، التشبه محرم كله، لكن يتفاوت بعضه أشد من بعض، بعضه أشد من بعض، فهذا التفصيل لا مأخذ عليه فيما يظهر لي. نعم.